متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضيه الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او IMS TV. بدايه وكيف ديما كنبغي نوجه الشكر للمتابعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارجه، وتحيه كاع الناس اللي كيخلونا تعليق زوينه والناس اللي كيدعمونا وكيشجعونا، شكرا لكم بزاف. وبدون اطاله متابعينا الكرام، ندخل معكم سرد احداث او اطوار جريمه اليوم. متابعينا الكرام، القضيه ديال اليوم او الجريمه ديال اليوم هي قصه في نفس الوقت مضحكه وفي نفس الوقت مرعبه. اللي غادي يسمعها غتجيه مضحكه، ولكن اللي عاش داك اللحظات غادي تجيه مرعبه، لان واحد السيد هو اللي قال لي ودي عاودي هذه القصه هذه، ومنها غادي نستنتجوا القصه الاصل. في واحد السجن ما بعيدش على فاس، هاد السجن هذا فيه الحي ديال الجنايات. هاد الحي ديال الجنايات فيه الغرف او الشومبر كما كنسميوه. هاد الشومبر هذا كيهز 8 ديال الناس، لان هذيك الغرفه صغيره فيها شي 3 متر على 3 متر. فهاد الصف هذا او فهاد الحيط هذا تينعسوا 4 الناس، في الحيط الاخر تينعسوا 4 الناس، وكاين حاجه كوم الطواليط او المرحاض في الراس ديال داك الغرفه، كاين تما واحد لافابو في كيغسلوا يديهم. هاد الشومبر هذا فيه 8 ديال الناس، 8 ديال الاشخاص. واحد الشخص منهم عنده اعاقه، كينعس في داك السرير السفلي. كاين الاسره، كاين واحد فوق منه، عاونت واحد وواحد فوق منه. هاد اللي عنده الاعاقه تينعس في السفلي، وانفاس معاه كاين واحد السيد باللحيه جايبين على الارهاب، تكون في العمر ديالو داك 35 سنه 36 سنه. فوق من هاد السيد اللي معوق كاين واحد الصفريوي، وحده واحد الفاسي. هاد الصفريوي الفاسي مع 20 بجوج، بيناتهم كيتعاملوا كياكلوا بجوج، كيضحكوا بجوج، كيقصروا بجوج. كاينين كينعسوا في الفوقي. في الجهه الاخرى كاينين واحد الجبلي من اصل ديالو من تاونات، وكاين واحد جوج اخرين علم الله من الاصل ديالهم. هاد الشومبر هذا كما قلنا فيه 8 ديال الناس. هذاك بولحيه اللي كان جاي على الارهاب ما تيصلي بهم ما والو، لان هاد البيت هذا ما كاينش اللي يصلي بداك الناس. كاين داك تما داك السجناء كيبغيو اللي يصليو بهم، لان كاين شي مرات كيقولوا كيهرسوا الحبس بالصلاه، بهذا المعنى هذه الهضره ديال السجناء، لان ما كيلقاو ما يديروا، كينوضوا يصليو وكذا غير كيخرج برا كيقلبها اجرام وشراب وكذا. على اي هاد السجناء هادو كاين فيهم اللي هداهم الله من تما من السجن وخرجوا كيعبدوا الله وكذا وكذا وكذا. هاد 8 ديال الناس كما قلنا كاين واحد بولحيه، داك بولحيه كيصلي بوحدو، تياكل بوحدو، عايش بوحديتو، ما كيهضر مع حتى شي واحد. كانوا كيحترموه، كانوا كيعيطوا له السفلان، كيعيطوا له السفلان غير بالخوف، لان كان انسان قوي ما كيكمي ما تيدير حتى شي حاجه غير الرياضه والماكله، الصحه ديالو صحيح، ما كيقدر حتى شي واحد يتطاول عليه. كاين داك السير اللي معوق من اليد ديالو كينعس بوحديتو، هذاك جايبينه على الزعوير ولا مع شنو، المهم القصه ديالو بوحدها. كاين دوك الصفراوي، كاين داك الصفراوي، وكاين الفاسي، واحد من صفر وواحد من فاس. هاد الصفراوي والفاسي مع 20 بجوج، وكاينين شي ولاد تاونات تمايا. راه داك الصفراوي والفاسي مع 20 بجوج غير تيساليو بالليل كيبداو يضحكوا. داك الفاسي تيقول للصفراوي انا الا طلعت للصفرو غنخوي لكم داك الصفرو، نهار واحد نجري على داك الصفرو كامل ما نخلي فيه حتى واحد. هذاك الصفراوي كيتقلق كيقول له شوف انا عاوتاني نهبط لداك فاس، راه نبداها لكم من الدخله حتى للخرجه، ما نخلي حتى شي واحد. وكيباتو شي تيطلعها على شي كيقولوا انا نطلع صفر وخويه، شي كيقولوا انا نهبط الفاس نخويه، كيتناقروا بيناتهم والسجناء تيضحكوا وكذا وكذا وكذا. على ايه كما قلنا هاد الشومبر هذا ما كاينش فيهم شي واحد اللي يدير الامام. واحد النهار داك الانسان اللي معوق اللي عنده اعاقه في اليد قال لواحد الجبل، قال له ودي شوف فلان انت بدا تصلي بينا، ما انت كتقرا القران وكذا وكذا، بدا تهبط تصلي بينا. بالفعل بان ما عندهمش اللي يصلي بهم، هبط السيد كيصلي بهم. السيد بحالي مخلخل في عقله، يلا سجدوا. السيد طلع للبلاصه ديالو وجلس وخلاهم ساجدين. سبحان الله الفقيه، سبحان الله الفقيه، حتى واحد ما ادها فيهم عفوا. حتى كيهز راسو واحد لقى الاخر جلس بلاصتو، جلس بلاصتو، اخرين ساجدين. انا دو تما كيغوتو ماشي رجلا كذا كذا كذا. السيد بحالي مخلخل في دماغه، ما داروه يصلي بهم، خرج لهم من الجنب. على ايه بقات الامور غادي على هاد المنوال، كلها كيصلي لراسه كلها كذا كلها كذا، المهم غاديه الامور بخير. فهداك الشومبر اللي هما مشدودين فيه كاين واحد الشومبر اونفاس معاهم، واحد الغرفه واحده اخرى، غيجيبوا ليها واحد الشخص. هاد الشخص كون في العمر ديالو داك 58 سنه، هذا جا كيعرفوا الناس ديال تما كيقولوا له غسال الموتى. هاد غسال الموتى كان انسان قريب وكذا وكذا وكذا. هذاك الفاسي تلاقى هو وياه فاش كيخرجوا تما الفوس حيدوروا في الكور، تلاقى هو وياه، قال له ودي شوف اجي عندنا انت، هذوك الناس ديال داك الشومبر اللي انت فيه راه عندهم اللي يصلي بهم، هذا حنا راه ما عندناش اللي يصلي بينا، اجي لعندنا وتصلي بينا وكذا. قال له انا ما عندي ما ندير، انا هادشي بامر ديال الاداره، ولا شوف شاف كارتي ولا شوف الموظف هو اللي يبدلني،
بالفعل داك الفاسي عنده العلاقات مع دوك الموظفين تما، مشى عندهم قال لهم اودي راه ما عندناش اللي يصلي بينا، وداك السيد تما بالحياه اللي جاي على الارهاب ما كيبغيش يصلي بينا لانه كيخاف من التحريض وكذا وكذا وكذا. نعطيك السر، هاد السيد راه جابوه للغرفه الفلانيه حولوه عندنا، واحد السيد تما راه هزوه ديو لشي بلاصه اخرى تبادلوا به. بالفعل هذاك الفاسي تيدخل عند داك اللي خلاهم حنين وطلع هو لبلاصتو، قالوا انت غتمشي للشومبر الفلاني، وجابوا هاد غسال الموتى جا لعندهم داك يصلي بهم عادي، عطاوه بلاصه لاخر كينعس فيها بثمانيه بهم عايشين بخير مره تيصلي بهم. واحد الليله ميقات داك تسعد لي صافي البيبان طرقوا كلشي جالس بلاصتو كيتفرجوا اللي سجناء كيضرب بعضياتو. واحد اللحظه هذاك غسال الموتى تيحسوا به بانه طاح من السرير ديالو، جا في الارض جبط في الارض، داروا لقاو السيد كيفركل والرغاوي خارجين على فمو كذا نقز كذا. السيد صافي تاكد لهم بانه مات، نض داك بولحيه اللي تما اللي كيقرا القران هذا قلب، قالوا ما ودي السيد راه مات. بداو كيدقوا تما على الاداره، جاو الموظفين ما يقدروش يفتحوا عليهم لان قانون ديال السجن ما يمكنش غير سمعتوا صداع يجي يضرب السوارت وفتح عليهم، يقدروا يكونوا دايرين شي قالب بيناتهم، يدخل الموظف يشدوه يحيدوا له السوارت ويكتفوه تما ويخرجوا يفتحوا المساجد الاخرين. اذا كيطلب الدعم، هذاك الموظف عيط الإدارة جاو الدعم، جاو تما جا الفرملي معاهم، الفرملي ديال المصحة اللي كيكون بالليل. دخلوا لهاد الشومبر، جلست بلاصتك اصلا هادوك راهم جالسين بلاصتهم، داك الشومبر كله خايف، ما كاين حتى واحد كيتزعزع من بلاصتو، كلشي شاد القنت ديالو الا داك بولحيه جالس في واحد البليصه وكاس كيستف شي حاجه ديالو، عنده شي ماكله تما تيستفى. دخل داك الموظف ديال السجن ودخل مع داك الفرملي، قلب السيد قال لهم سيدي البركه في راسكم، السيد راه مات، شنو غديروا؟ شوفوا لنا شي ازار من بلاصتو، شي ازار عنده تمايا نغطيو به على ما يجيو يهزوه يديوه. بالفعل طلع داك بولحيه عندهم التمايا، جبد واحد ليزار، عنده داك ليزار كيتغطى به تما، جبدو هذاك ليزار بيض داروا عليه. اصلا هذاك السيد اللي معوق هذيك الجو حتى طيحه له حدا رجليه، السيد بقى واقف في بلاصتو. خلاص داك خالد اللي كان بولحيه جالس بلاصتو ما مسوقش هو، لان كيقول لك انا قاري الدين وكذا ما منتبهش كاع. اما داك ولاد تاونات وداك السفري والفاسي اشادين بلاصتهم وغا كيدوروا في عينيهم، شي كيستغفر الله شي كيقول يا ربي نخرجوا غير حيين، المهم كل واحد كيقول. على اي الموظفين خرجوا مشاو باش يجيبوا فاش يهزوا داك الميت ويخرجوه من تما ويشوفوا عاوتاني شنو الاجراءات اللي كاينه. هما خرجوا طرقوا الباب، الميت بقى في بلاصتو. واحد اللحظه الميت وقف، الميت وقف على رجليه، فاش وقف على رجليه داك ليزار بقالو فوق راسو. دابا هاد القصه دي مضحكه، بقالو داك ليزار فوق راسو، هذاك الصفريوي مشى تيجري وضرب في الحيط، مشى كيضرب في الحيط بدا كيدق على الحيط، داك الفاسي كيقول له ماشي ديك الطواليط، الطواليط راه من هي وباغي يدخل للطواليط. كيدخل للطواليط كينقز داك الفاسي موراه تيدخل حتى هو للطواليط كينقز داك ولا التاونات كيدخلوا لتما. شكون غيبقى في الشومبر؟ غيبقى مسكين داك اللي عنده الاعاقه، وغيبقى داك بولحيه والميت وقف حيا. الناس دهشروا، عرف اش وقف؟ طاح عليه داك ليزار، ما بقاش، بقى غير واحد شويه فوق راسو وهو يطيح داك ليزار طاح. السيد بدا تيشوف داك اللي عنده الاعاقه، هذاك اللي عنده الاعاقه مسكين بقوه الخوف شنو بدا كيدير؟ دار راسو سخف، قال لي لا ناض جا عندي ولا شي حاجه، دار راسو سخف هو بقى صافي جمد بلاصتو، دار راسو سخفاه هو، راه ما سخفان ما والو غير الخوف دارها عليه. داك بولحيه ما مسوقش داير راسو بان عادي، جالس الله يحييه ويميت، المهم الدعاوي وكذا ما مسوقش. هذاك السيد اللي كان مات وناضحيه واقف بلاصتو، واحد اللون في شكل في وجهه، كيعاود هذا المسجون هذا واحد اللون في شكل في الوجه ديالو، السيد ما بقاش طبيعي، غير كيشوف ما كيهضر ما كيتكلم ما والو. واحد اللحظه حيد عينيه مع داك اللي عنده الاعاقه ودار عند داك بولحيه، بدا تيشوف فيه، داك بولحيه هز عينيه شاف فيه، شافو كيشوف فيه، عطالو شي حاجه كانت تما ديال الماكله كيخبعها، قال له هاكا شريف تاكل. هذاك الميت ما داهاش فيه، هو واقف ما داهاش فيه، فاش ما داهاش فيه داك بولحيه كينقز وكيجي فوق داك السجناء الاخرين في الطواليط الداخل، باه ديروا لي بلاصتي ديروا لي بلاصتي، تخبى معاهم. شكون غيبقى في الشومبر؟ غادي يبقى داك اللي عنده الاعاقه، بقى مسكين ما عندوش جهد، عنده الاعاقه وما غتساعدوش باش ينوض ويجري، وهذا بقى كيستنى حكم الله اش غيوقع فيه. الاخرين في الطواليط كيقولوا سكتوا عندك تغوتوا يجي لعندنا لهنا. السيد كان ميت، والفرملي ديال السجن قال لهم السيد ميت، وما ناض لهم غير مشاو بحالتهم ناض ليهم ما فهموا حتى شي حاجه. المهم مسكين داك
داك اللي عنده الإعاقة بقى جالس بلاصتو مجمد، بقى مجمد. واحد اللحظة فوقتاش غادي يرتاح حتى غيشوف الموظفين جاو، جاو الموظفين جاو عاوتاني معاهم داك الفرملي. أرى الموظفين ما انتبهوش، جاو ضربوا السيارة ودخلوا، دخلوا ناض عندهم داك داك اللي عنده الإعاقة، قال لهم راه ناض ناض. هادوك الموظفين ديال السجن هربوا كيطرقوا، هربوا ناضوا هربوا. كيف السيد كان ميت وناض حي وهذا مهم ما فهموا حتى شي حاجه، هربوا طرقوا السوارت وعيطوا جبد، مشاو يعيطوا للدعم عاوتاني ولا ماشي يجيبوا افراد وحدي اخرين يعاونوهم. ارى فاش طرقوا الباب خلاو تما هذاك الفرملي، خلاوه في وسط الشومبر مع السجناء. هذاك الفرملي مسكين بالخوف نقص جا فوق واحد السرير الفوق وجلس، بقى كيشوف وكيقول داك اللي عنده الاحقه يسرى يسرى عادي عادي هادشي. هذاك الاخر كيقول واش من عادي يا شريف، من عادي راه السيد ميت وناض ما فهم. المهم داخو واحد المدة ديال شي 45 دقيقة هاد السيد هو واقف وهاد السجناء عايشين الرعب. الطواليط فيها 5 ولا 6 ديال الناس، 6 ديال الناس، طواليط صغيرة فيها 6 ديال الناس شي فوق شي. شكون اللي بقى في الشومبر؟ بقى داك اللي عنده الإعاقة وبقى داك اللي ميت، هما 8 والفرملي اللي جنب برا هو 9. الفرملي بقى بلاصتو الفوق. لا واحد اللحظة هذاك اللي كان ميت وناض اي غسل الموتى غادي يطيح عاوتاني بلاصتو، اصافي طاح دمو الامانه امانته. هبط داك الفرملي قال داك رضا قال له هادشي عادي عادي هادشي عادي. قال له من عادي شفت براسك جيتي نقصتي الفوق تقول عادي عادي، تما جي شوف مالو فاش كان واقف. ديك الساعه غادي يرجعوا الموظفين عاوتاني معاهم موظفين وحدين اخرين غيفتحوا الباب غيدخلوا غيلقاو السيد عاوتاني رجع مات. كيف السيد حيا ومات؟ وكان مهم التفسيرات اللي عطاو في التالي بان السيد داك اللحظه يمكن ما كانش ميت في اللحظه الاولى، كان غير سخفان او مغمى عنه ولا شي حاجه بحال هكا، وهما سحبوا راه مات. السيد فاش ناض رجعت فيه الروح وناض وعى قام ما لقاش اللي يقدم له المساعده عاوتاني طاح صافي طاح مات. على اين السيد هزوه داوه طرقوا الباب حتى الغدا عاوتاني يجيو يشوفوا البحث لونكيت كيفاش وقع كيفاش كذا كيفاش كذا. هنا داك بولحيا داك بولحيا بدا كيدير داك الصفراوي الفاسي، دير غير خوي فاس. واحد كيقول لك انا غنخوي فاس، الاخر كيقول لك انا خوي صفر، وواحد كيقول لك انا غنتاونات نجري عليها، وواحد كيقول لك بني زروا نحرك عليها. فين هادشي ديالكم نتوما السيد فين؟ السميتر طاح نتو كتعلقوا. قالوا له انت السير فقيه اللي كتقول لنا الدين والاسلام والروينه، انت توقف عليك عطيتيه ياكل فاش ما بغاش يشد منك نقصتي جيتي علينا. انا سكت ابقى عليهم الله يحيي ويمت، ما يمكن لهم دماغهم داك داك الهضره ديال العبار. وهذا على اي هاد القصه هادي طرات لهاد غسل الموتى داخل السجن. دوك الناس او داك السجناء حسوا بالرعب، هذيك البلاصه ديالو اللي كينعس فيها حتى واحد ما كينعس فيها، اللي كنعس فيها داك السيد اللي مات حتى واحد ما كيطلع ليها، كتبقى خاويه. بالليل تكيطفيو تكطفي عليهم الاداره الضوات كيطفيو، ما يقدرش شي واحد ينوض يطفي الضو ويرجع لبلاصتو بالخوف. المهم دوك الناس بزاك الله يحسن العوال اللي عاشوا داك الرعب بوحديتهم. الظلام غير كيطيح الظلام، ما كاينش اللي كيدخل لحاجاكم للطواليت صافي، يكون الضو راه الناس كينوضوا للطواليت غير طفى صافي كلشي كيجمد بلاصتو. ادير لي كوش لا دبر راسك. على ايه انت هاد المده هادي هكا؟ عاد غندخل معكم في القصه ديال الغسل الموتى. على ايه في واحد المدينه، هاد المدينه هادي كاين واحد السيد، سيد كان مطلقين عليه بودريس. هاد بودريس كان انسان اللي لاباس عليه، ماشي ماشي لاباس عليه بزاف، وانما لاباس عليه على قد الحال، عنده الثروه ديالو. كان مزوج بواحد السيده ولد معها الولد، وفاش ولد معها الولد كان سميتو محسن. الولد الاولي سميتو محسن. هذا محسن هذا فاش ولداته داس واحد المده وهي تموت ماتت. السيد بقى عايش هو وداك الولد ديالو عايشين كيتقاتلوا مع الزمان. السيد خدام وعندو الخدمه كذا، غينوض يتزوج، تزوج بمرا واحده اخرى، غيولد معها عاوتاني واحد الولد صغير سميتو عثمان، ولا عنده محسن وعثمان. ما غاديش يتفاهموا هو وياها، غادي يطلقوا، غتسمح له في الدري وغادي تمشي غتزوج حتى هي دبرت على راسها مشات تزوجات. بقاو عنده الدراري واحد فيهم، السيد كبر عايش مع دوك الولاد صافي، قال ما خصني مرا ما خصني كذا ما خصني هذا صافي، بقى عايش مع دوك الدراري حتى يربيهم. السيد عنده المشاريع ديالو كذا. هاد السيد عنده واحد خوه، خوه واحد، هذاك خوه ما مزوجش وعنده الورط، عنده شي ورط شي فيلات وكذا وكذا وكذا، غادي يموت غيورط فيه خوه لان ما عنده حتى شي واحد اللي غيورط فيه، غيورط فيه خوه. غدوز واحد المده غيموت هاد السيد هذا بين هاد محسن وعثمان، غادي يموت. شعنت الله
ايوا محسن هو الكبير، هو اللي مكلف داك المشاريع وداك الشيء اللي بقى قسمه هو وخوه. قال له انت غتدي هذه وانت دير، المهم تفاهموا بعضياته. هذاك الولد الصغير اللي هو عثمان كان خارج الطريق، الشراب والبنات والروينه والتكرفيس وجريمه هنا وجريمه هنا وتغاوت هنا. خوه كيجي عنده كيقول شوف اخي هذا الرزق ديالنا وخلاه لنا بوانا وورثنا في عمنا، اذا راه كتضيع غير فلوسنا وكتضيع غير رزقنا، اش كدير؟ وغيبداو يضحكوا عليك الشمايت ويديو لك رزقك وتبقى عايش في الدل وهذا وهذا. قالوا اخو ما كيتسوقش ليه، كيبقى يغوت عليه خوه الكبير ما كيتسوقش ليه، واخا هما خوت غير من الاب ماشي خوه شقيق. على اي بقات هاد الامور هادي غادي على هاد المنوال هذا. ارادك عثمان عنده واحد البنت تعرف عليها، ديك البنت اللي خارجين الطريق يمشي هو وياها لي بواط، يمشي ولا البيران، البنت سكرانه معاه الروينه كذا كذا، كيمشي عندها خوه اي محسن يمشي عندها. ديك البنت كانت سميتها سميره، سميره بعد الى خاي كذا كيبداو يتغاوتوا، كيمشي ديكلاري كيمشي ديكلاري كيلاقيهم جوج حقا هذيك الدور اللي بخاي وخاي خرجت عليه كذا، عاوتاني هي كتقول لهم هاد السيده هذا خوه اللي لاصق فيها هذا، كيبقاو كيصلحوا بيناتهم الامن وكيتلقاو يمشيو بحال هادم. كيقولوا لذاك محسن رجل الامن، كيقول لذاك محسن كيقول له شوف السيده هذه انت كديكلاري بها، انت كتهدد عليها راه توقع لها شي حاجه، والسيده كتخرج هنا وكتخرج هنا توقع لها شي حاجه، تولي انت طالعه هبط في التحقيق، سير بعد من البنت تعطيها اتساع، سير شوف مع اخوك هضر مع اخوك يبعد منها. على اي هنا غيمشي عند خوه غيبدا يطرق عليه، غيبدا يطرق عليه في الدار، ما يبقاش يخليه يخرج، بغى الماكله يجيبها له، بغى دا مهم الدري بدا كيتهدن واحد شويه، عاوتاني ولا كيخرج. هذيك كانوا ساكنين في واحد بحال شكل ديال بتي فيلا كيجلسوا فيها. خلاص خوه محسن كانت عنده واحد الدار وحده اخرى تيمشي كيجلس فيها، عنده دار وحده اخرى ما مزوج ما والو، كيمشي كيتكالما فيها، وعندهم داك الفيلا اللي مشاركين فيها بجوج كيعيش فيها هو وخوه، صافي كيخلي خوه تمايا. على اي غتبقى الامور غاديه على هذا المنوال هذا حتى لواحد النهار غيتجمعوا الناس ديال هاد الاقامه هادي، الاقامه فين ساكن هاد محسن وساكن هاد عثمان، غادي يمشيو لعند البوليس. السلام عليكم. السلام. خرجوا الناس بزاف من داك الاقامه، تقريبا ثلثين ديال السكان ديال داك الاقامه. شو واقع؟ قالوا ما سيدي حنا جينا نبلغوا بواحد السيد راه تما البارح كان سكران وما خلاناش نعسوا والغوات والصداع وكذا وكذا وكذا، وراه ما خلاش ينعسوا، داك الناس كلهم كيشهدوا. انا غادي تخبر النيابه العامه، غيمشيو الناس الامن باش يشوفوا هاد السيد هذا، يهضروا معاه باش يحترم الجيران ديالو وكذا وكذا. داو داك الناس، مشاو داك الناس، مشاو معاهم الناس ديال الامن. الناس ديال الامن كيدقوا على داك الباب، الباب ما كيجاوب حتى شي واحد، دق يا مصدق حتى واحد ما كيجاوب. واحد اللحظه بانت لهم الباب مفتوحه، الباب ما مهرساش غير مفتوحه، غير كنقولوا حنا مردوده، دفعوا الباب قال لهم شي حاجه كاينه في وسط الجرده، لان ديك بحال بتي فيلات ديك السكنه فين ساكنين تي فيلات. غادي يدخلوا، غادي يدخلوا غيلقاو في لاطيراس ديال ديك الجرده كاين عثمان طايح في وسط بركه ديال الدماء، وحده واحد الطبله فيها تقريبا شي 30 قرعه ديال البيره ديال الشراب، وكاين تما شي قنينه ديال الخمر وكاين شي ماكله وكذا، والسيد طايح. هنا غادي يقولوا لهم داك الناس حتى واحد ما يتحرك من هنا، رجعوا لهاد الجهه، نتوما السيد مقتول هنا، وانتوما كتقولوا لنا بان كاين صداع والغوات. وبان لهم بان كانت الفوضى البارح تما في داك الدار، الناس ديال الامن خلال المعاينه ديالهم بانت لهم بان كانت الفوضى تما. غادي تخبر النيابه العامه، النيابه العامه غتستكمل صلاحيات الناس ديال الضابطه القضائيه والناس ديال الامن باش يحققوا هذه القضيه هذه. غينتقلوا الناس ديال مسرح الجريمه لعين المكان، مشاو تما غيدخلوا غيلقاو غير البيره، البيره تمايا كتعرفوا قراعي ديال الشرب كيكونوا باردين، ملي كيكونوا باردين كيكونوا لاصق عليهم داك الماء ديال البروديه، واخا يكون شي واحد هابط فيهم غير كيهبط داك الدموع ديال البروديه كيغسلوا داك البصمات. اذا الناس الامن غير كيلقاو في مسرح الجريمه البيره كيشدوا في راسهم، لان قليل فين تلقى البصمات في داك القراعي. على اي جثه كما قلنا طايحه في وسط بركه ديال الدماء مطعونه عده طعنات، بين هذاك هو مسرح الجريمه وتما تقتل الولد. هنا الناس ديال داك الحي فاش ديكلاراو ندموا علاش ديكلاراو، لان السيد ميت وكذا، المهم غير يديهم البوليس يستمعوا له كيفاش صدع كيفاش كذا، ضروري ما غيستمعوا له. السيد طايح تمايا، شكون اللي قتلو ما نعرف، السيد معاه من عايش، وسيدي كيكون هو واحد خوه وخوه كيمشي عندهم شي دار اخرى كيمشي ليها، ولكن هو كيعيش بوحديته هنايا مزيان. نتوما فوقتاش وقعت الصداع؟ وسيدي وقعتها لديك الوحده اللي عاد سمعنا حنا الغوات وصدعنا في الدار،
السيد مع من كيكون مع من كيجلس. هنا غادي يجيبوا داك العساس اللي كاين في الدخله ديال هاد الاقامه هادي، لان كاينه دخله وحده ما كاينش مين يدخل من شي جهه اخرى، لان ديك الاقامه او داك الفيلات بتي فيلات داير عليهم واحد السور عالي ما يمكنش ينقز عليه شي واحد، وكاينه دخله وحده اللي كتدخل بالبارير. الا ما فتحلكش العساس بالساروت البارير ما تدوش، كيكون تما بيرمانوس. اذا غيجيبوا العساس وغيعيطوا الاخ ديال الضحيه اي محسن، عيطوا لمحسن. جا محسن الموبيل وقف، اش واقع؟ خاك بركه فراسك لقيناه مقتول. نوبه هاد محسن هذا كيقول له ما ودي يستاهل، حتى هو مبغاش يبعد على طريق الشراب والبنات وكذا وكذا. في نفس الوقت عاوتاني كيقول لهم انا جيبوا لي الحق ديال خاي وهذا اللي قتل ولادي اللي قتلاته دير. المهم كيطالب بالحقوق. على اي غادي يديو جوج تنحو مستد الاموات قصد التشريح الوقوف على ملابسات الوفاه ويتاكد لهم ما هاد الضحيه فوقتاش تقتل مزيان. غيمشي الاخ ديال الضحيه وغيديو العساس باش ياخذوا منهم المعلومات ويشوفوا شكون اللي دخل الاقامه وكذا وكذا. غادي يبداو بالعساس هو الاول. قالوا له انت معيش كتجي للخدمه؟ قال لهم سيدي انا تنجي مع ديك الخمسه د العشيه كنكون في الخدمه ديالي، ومعيش كتسالي في الصباح. وسيدي حتى الثمانيه كيخرجوا لنا تمشيو للاداره، انا عاد كنمشي بحالاتي. مزيان انت في الليل ما دخلت حتى شي واحد؟ قال لهم لا سيدي ما دخلت حتى شي واحد. انت فلان الله يرحمه عثمان شتي فاش دخل؟ قال لهم سيدي شوف فاش دخل، دخل بوحديتو هادشي خناشي ودخل مشى لذاك الفيلا ديالهم. مزيان خوه ما جا عنده ما والو، قال لهم لا سيدي خاه ما شتو ما شافني بتاتا، خوه ما شتو ما شافني ما جاش كاع داك النهار او داك الليله. مزيان هنا غادي عيطوا لمحسن، قالوا له ودي البركه في راسك والاخ ديالك مات وكذا وكذا. قالوا لي انت فمن كتشك؟ قال لهم سيدي انا ما كنشك في حد، راه كنشك في حد، ولكن الاخ ديالي راه كانت عنده علاقه مع واحد البنت سميتها سميره، فين كتجلس فين كتجلس فين كتجلس. الاوامر تعطات داك الساعه باش يمشيو يجيبوا سميره. سميره معروفه فين كتسكن، صافي مشاو الناس الامن جابوها لقاوها صافي جابوها للكوميساريه باش يحقوا معها. قالوا سيدي هاد البنت هادي هي اللي كانت كتمشي مع خاي وعيت ما نتبرى منها وراه جيت عندكم وكذا 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 وكذا، وهي ما بقاتش بعد من خاي. هنا غادي يسولوا الناس الامن سميره، لان يجي التقرير ديال التشريح الطبي، غادي يجي التقرير ديال التشريح الطبي اكد لهم بان السيد تقتل بين ديك الوحده ونص الليل الجوج، والناس كيقولوا بالفعل سمعنا الصداع مع ديك الوحده الليل. الناس ديال ديك الاقامه كيقولوا سمعنا الصداع والغوات في الوحده الليل. اذا مع من كان جالس عثمان؟ واش مع بنت؟ واش مع دري؟ واش شي وحدين انتقموا منه؟ هنا الناس ديال الامن غادي يسولوا بعدا الاخ ديالو محسن، قالوا لهم واش نتوما عندكم شي عداوه مع شي واحد؟ شي واحد كيسالكم شي كريديات كذا كذا؟ وقالوا سيدي انا ما كيما خبي عليكم، انا الاخ ديالي انا كنعرفو كيقمر. كيفاش؟ قالوا سيدي كيقمر. وباش عرفتيه؟ قالوا سيدي شحال مره كنعطيه الفلوس انا باش يخلص الشيكات، الشيكات كيبدا يقمر وفي التالي كيبدا يعطي الشيكات، كنعطيه انا فلوس باش يخلصهم باش ما يطيحش في المشكل. مزيان هذه معلومه مهمه. هنا كما قلنا غيسولوا ديك البنت سميره، خلوها قالوا لها انت كتمشي مع فلان؟ قالوا سيدي كنمشي مع فلان. هي سيدي كنمشي معاه كنمشيو نشربوا كذا وكذا وكذا. مزيان الليله البارح فين كنتي؟ قالت لهم سيدي انا الليله البارح كنت مع فلان. شكون؟ سيدي مع واحد السيد هاك سميتو منير. وفين كنتو؟ سيدي كنا في البلاصه الفلانيه. معيش مشيتو معايا جيتو؟ سيدي مشينا مع شي 8 ديال الليل جينا حتى لشي 6 الصباح. مزيان مشاو جابوا داك منير اللي كانت معاه هاد سميره هادي باش تاكد لهم بان راه كانت معاه، حجه كيما كنقول حنا حجه ديال المبرر ديال الغياب. مشاو جابوه بالفعل داك السيد، قالوا ما سيدي بالفعل هاد البنت هادي راه كانت معايا البارح بالليل كامل، ولكن ما نخبيو عليكم اللي عطى الله هو هذا. هاد البنت هادي راه جايه مورها بالطوموبيل هزيتها مع ديك 8 ديال الليل حتى لشي 5 الصباح عاد رجعتها للدار. مزيان السيد عنده شي كيس ما عنده تلقاو مشى بحالاته، البنت غيخليوها باش يستمعوا ليها وغادي يعرفوا منها غير المعلومات، لان عندها حجه الغياب مبرر ديال الغياب عندها. غادي يسولوها قالوا لها ودي بغينا نسولوك، انت دابا خوه كان كيعيش معاها في الدار، ولكن انت كنتي كتعيشي معاها بزاف برا، كتمشي مع لي بواحد كتمشي مع لهنا كتمشي مع لهنا، شكون هما صحابو؟ قالت لهم سيدي هاد عثمان ما عندوش صحابو، السيد ما عندوش صحابو، كنمشيو كنجلسو غير انا وياه وما كانش كيهضر بزاف، ولا كنمشيو انا وياه نشربو في شي بواط ولا شي حاجه كنجلسو حتى الهضره ما كيشبعناش، كيبقى جالس صافي كنتعاودو شي مرات ولا هذا وكنوضو نمشيو بحالاتنا، ولكن راه كيمشي لواحد البلاصه كيقمر فيها. فين؟ قالت لهم سيدي في البلاصه الفلانيه، اي هاد المنطقه هذيك هنا في الخرجه ديال المدينه تبع النفوذ ديال الدرك الملكي، كاينه واحد الغابه تما فيها واحد الفيلا، هذيك الفيلا
قالت لهم سيدي كاين شي واحد تما داير بحال شكل ديال البار لتحت في السفلي وعندو داكشي ديال القمر تما تيقمر. خلاو سميرة تما كيسمعوا لها عطارو الناس راس واحد لاباقل تما طلعت تما بتنسيق مع الناس ديال الدرك الملكي مشاو لداك الفيلا اقتحموها دخلوا بقوا على مولاها لقاو يلاه فايق من النعاس لان بايتين على القمر وهذا السيد مبنج كيدخلوا عنده عنده الامر ديال التفتيش كيدخلوا ادخلوا لقاو السفلي مضروب بالشراب. قالوا واش انت داير البار هنا ولا شنو ولا انت اللي كتفرق لهم الشراب ولا باغي تسيق بيه الدار ولا شنو البار وما عندوش هاد الشراب هذا. كيدخلوا تما كيلقاو الماكينات ديال القمر الماكينات ديال كذا الماكينات ديال عنده تما داك الشكل ديال الكازينو. قالوا انت داير هنا الكازينو داير هاد الفوضى هادي كيفاش هاد القضيه هادي. السيد بقى كيدور في عينيه كاين هو واحد صاحبه شريكو كانوا عايشين على برا وكيمشيو ويجيو كيجيبوا داك الالات لتما ويقمروا الناس الفلوس. هنا غادي يجيبوا هاد الجوج هادو معاهم باش يستمعوا لهم حتى هما لان اول حاجه عندهم بعدا اعداد وكر القمار وفيها بيع الشراب المشروبات الكحوليه بدون ترخيص وكذا عندهم بعدا التهمه بعدا عندهم تهمه بعدا علاش يشدوهم حزوا داك الشيء جابوهم. قالوا لهم واش كتعرفوا فلان؟ قال لهم سيدي تنعرفوه البارح جا عندكم. لا سيدي ماشي حد قص جا عندكم. لا سيدي شي 3 ايام باش جا عندنا. مع من كيجي؟ ما سيدي كيجي مع واحد البنت هاكي دايره مزيان عرفوها بان هي ديك سميره. قال لهم اسمع هذاك الولد رحنا لقيناه مقتول في دارو حاله بشعه راه ما كاينش غتحيد منكم يجي عندكم هذا السيد هذا. والسيد كانوا شي وحدين كيسلفوه الشيكات كيرد لهم الفلوس. شكون اللي كان كيسلفوه بالشيك هنا داك مول ولداك الكازينو؟ قال لهم سيدي انا براسي كنت كنسلفوه بالشيك. السيد كان كيجي عندنا تما تيقمر معنا وكذا وكيتسالوا له الفلوس كنعطيوه حنا الفلوس يعطينا الشيكات وكان كيجي كيخلصنا راه ما كنسالو دابا الحدود انا كنسالو حنا حتى شي حاجه ما عندنا حتى شي حاجه كنسالوها ليه. مزيان قالوا له اجي شكون اللي كيجي عندكم من هذا الكازينو هذا وكيجلسوا انا شي اسماء اللي عطى لهم هذا مول الكازينو الاسماء غير النخبه ديال البلاد رئيس جماعه المرشح الفلاني البرلماني الفلاني المسؤول الفلاني حشومه تتعيط لهم الناس فين كيمشيو يتخباو ويضيعوا فلوسهم المهم عيط لهم. الولد كان كيجي لتما الناس اللي كانوا كيهدا كيحضروا تما قالوا سيدي بالفعل ولد فلان اللي انا معروف باه كان هو حكم انه تاجر هذاك عثمان كان باه تاجر في المدينه. قال سيدي كيجي لتما ولكن ما عمرناش نوم لانه العيب ولا غوت ولا دابز ولا هرش شي حاجه صافي تيخسر تينضم شي بحالته ما كانوش عنده الفلوس تيسلف مع الدراري وتيرجع لهم ما عمرو غوت او دابز او دار شي فوضى. الدري ترونكيل بزاف حنا ما عمرناش نتشد مع شي واحد تما ولا تغوت معاه. مزيان هنا هاد الجوج هادو هما الكازينو غيتعتقلوا خلاص. داك سميره كانت عندها حجه الغياب وهذا غيتلقى يمشي بحالها وكان قالوا لها نحتاجو كنعيطوا لك ما تبعدي حتى بلاصه. مزيان هنا كما قلنا هاد العائله هادي ديال عثمان وسامر عفوا عثمان ومحسن عائله اللي هي غامضه. الناس ديال الامن رشحوا واحد القضيه قالوا ياك ما باهم كان داير شي حاجه او شي روينه او شي فضيحه وراه جاو كينتقموا لهم الدراري عيطوا الاخ ديالو اي عيطوا محسن قالوا ليه جي باك انت ما كانش عندهم مشاكل مع شي واحد كيسالو كريديات شي واحد كان كيتعيب معاه. قالوا لا سيدي انا الاب ديالي كنت كنعاونو انا في السلعه وكنعاونو في البيع والشراء وهذا وعارف الناس اللي كيجيو عنده ما عمر زعما وقع له شي مشكل مع شي واحد او كيتعيبنا مع شي واحد. مزيان هنا هاد القضيه هادي بقات غامضه شكون اللي عنده الهدف يقتل عثمان بديك الطريقه. بقات القضيه دازت عليها شي 20 يوم ما توصلوا حتى شي نتيجه. هادوك خلاص داك صحاب الكازينو راهم في السجن مره الا بغا يحتاجهم في شي بحث ولا شي حاجه كيمشيو عندهم السجن كيسمعوا لهم. كما قلنا دازت شي 20 يوم واحد الصباح ميقات داك 8 7 ونص الصباح شي ناس دايزين غادي للخدمه غادي يلقاو واحد السيد في العمر ديالو داك 56 سنه 57 سنه طايح جنب بالطريق ميت مضروب عدة طعنات. غيتخبروا الناس ديال الامن غيجيو لتما غتخبر النيابه العامه النيابه العامه عطيهم كامل الصلاحيات باش يبحثوا في هذه القضيه. جاوا الناس ديال مسرح الجريمه قالوا لهم اودي هذا السيد هذا راه ما ماتش هنا. كيفاش لا ما ماتش هنا ماشي هذا هو مسرح الجريمه لان الدم تما ما كاينش كثير والسيد كون طاح كون تمرغ كون دار كون هذا اذا ماشي هذا هو مسرح الجريمه هذا راه تقصف شي بلاصه وجات لحنا. وهذاك السيد معروف عند الناس ديال الامن ومعروف عند الناس ديال مسرح الجريمه وكذا. علاش؟ لانه كان كيخدم في السبيطار تيغسل حتى هو الموتى هذا السيد هذا اللي مات هو كان كيغسل الموتى وكان عنده احتكاك مع الناس ديال الامن وهذا
فاش الا جا شي واحد هذا كيمشي كيغسلو بسبب الله. كان سيد قاري القران ما كيخطي لا فجر ولا عشاء ولا ظهر ولا هذا تي يعرفوه الناس. سيد غير كيموت شي واحد كيمشي كيغسلو وهذا ويقرا عليه وهذا مهم على ايه. هذا السيد معروف معروفين ومعروف حتى فين ساكن ومعروف في عائلته. السيد كما قلنا ما عنده شي ورث ولا شي حاجه باش يدبزوا عليه ولادو. عنده جوج الاولاد عايش هو ولادو جوج والزوجه ديالو. معروف هاد الدار ديالو مشاو عندهم دقوا عليهم جابوهم قال لهم اودي ما كان مخبيو عليكم راه الاب ديالكم لقيناه مقتول هاد الصباح في بلاصه فلانيه. هنا الاولاد شدوا فراسهم ما عرفوش باهم علاش قتلوا شنو هو السبب. ولكن الزوجه قالت لهم سيدي انا الزوج ديالي راه نط في الصباح باش يمشي يصلي الفجر ونط انا سخنت ليه الماء سخنت ليه الماء وقال لي ودي راه غنمشي نصلي وخرج في الفجر مشى صافي. من تما ما شفتو انا موالف الراجل كيتعطل شي مره كيخرج في الفجر يرجع حتى لديك 11 ولا هذا وتيمكن راه عادي ما تحملش انا راه يكون قتلوه كذا مزيان. اذا هاد التقرير ديال التشريح الطبي اكد لهم بان داك السيد تغسل غير داك الصباح غيمشيو الناس الامن لداك المسجد اللي كيصلي فيه. داك المسجد ما بعيدش على الدار ديالو شو سولو تما داك الناس اللي مشرفين على المسجد وهذا قال لهم سيدي السي فلان راه ما جاش هاد الصباح كيفاش. قال لهم لا سيدي ما صلاش معنا الفجر. اذا السيد تقتل قبل الفجر كان مراته على صح خرج من الدار مشى هذا اللي قتلوه ولا هادو اللي قتلوه على الصباح مازال ما وصلش للجامع. ولكن شكون يكون قتل زعما يكون قتلوه شي متشردين بالغلط بغاو يجلسوا وهذا على علم لله. هاد الامور هادي بقات غامضه ما تفهمت فيها حتى شي حاجه. واحد النهار اي داز شي 3 ايام على هاد القضيه هادي بالضبط غيجي واحد السيد العمر ديالو حتى هو 56 سنه 57 سنه رجل كبير. شكون هو؟ هو داك السيد اللي مات وحيا في السجن غيجي عند البوليس كيجري. مالك؟ قالوا مسيدي انا اعتقوني ماكش واقع لك. قالوا مسيدي اعتقوني انا غنقول لكم شنو واقع. هنا هاد غسل الموتى اللي هضرنا عليه في اول حلقه غادي يقول رجال الامن سيدي ما كاين ما نخبيه لكم انا كنت خدام جارديني عند السي فلان الله يرحمه اي الاب ديال عثمان ومحسن في الجرده الفيلا ديالهم. كنت تما كنقاد هادي ونقاد هادي ونصوب هادي. واحد النهار جا عندي الحاج الله يرحمه قال لي ودي انا راه بغيت نتزوج فلانه ديك فلانه انا تنعرفها بنت مازال صغيره وكذا. قال لي يا سيدي راه غنتزوج بها. قلت له كمل بالخير حتى غتوصل هاد الهضره هادي للدراري غتوصل للدراري ولادو بان باهم غيتزوج كذا. دازت واحد المده انا كنت مشيت للدار ديالي نزور العائله ديالي حتى غيعيط لي ولدو الكبير اي محسن اهلا با فلان كيداير مزيان لاباس عليك. قال له شوف راه الوالد راه دامو الامانه امانته اجي عندنا. قال له مسيدي مشيت عندهم مشيت لتمايا ولدو قال لي شوف الوالد كان كيامنك وعنده عزيز وكذا انت اللي غتغسلو وغتشوف معاك فلان راه ساكن في البلاصه فلانيه سير جيبو غسلوه انت وياه بجوج بيكم. قال له مسيدي صافي مشيت درت داكشي اللي قال لي مشيت عيطت لذاك السيد. هاد السيد هو اللي لقيتوه مقتول هادي شي 3 ايام في البلاصه فلانيه وكان غادي للجامع اللي ساكن في الحومه الفلانيه هذاك هو. قالوا مسيدي مشيت جبته بدينا كنغسلو السيف الله يرحمه. واحد اللحظه مور الركبه ديالو في الرجل ديالو كاينه واحد البلاصه زرقاء. هذيك البلاصه باينه زرقاء بشكل قبيح. هذاك السيد الله يرحمه قال لي ودي فلان هذا راه عنده شي حاجه مور رجليه خصنا نخبروا الطبيب اي طبيب اللي كيسني على الكاشي ديال الموت. قال له صافي ما راه السيد كان كيضرب الانسولين كيضرب كذا يمكن راه غير شي شوكه هذيك دخلت له تما. قالو خصنا نخبرو. قالو ما كاين ما تخبر راه ولادو عارفين كذا راه جا الطبيب شافو هذا. بقى كيغمق عليه قالو سيدي بقيت كنغمق عليه صافي غسلنا السيد دينا دفناه. جيت عند الولد ديالو محسن قلت له اسمع قالو راه فلان راه جبتو معايا وراه شاف شي حاجه مور الرجل ديال باك وقلت له حقا راه كان كيضرب غير الانسولين كذا. وقالو صافي هذاك الشيء اللي بغيتك تقول صافي قول لهم راه كان كيضرب الانسولين وكذا. قالو ما سيدي انا شكيت في شي حاجه ماشي هي هذيك شكيت في شي امر اللي ماشي هو هذاك. موراها كنسمع الاخ ديالو تقتل. فاش تقتل الاخ ديالو انا خارج من الجامع هو يتلاقاني داك السيد فلا الله يرحمه غسل الموت الاخر. قال لي ودي اسمع اسي فلان قالو داك النار هذاك ما خليتينيش نبلغ عليه الطبيب باش يجي يشوف الحاله ديالو. عاوتاني هو مات خوه يقدر يكون هو اللي مصفيها له انا راه غنمشي نقولها للبوليس. قالوا ما سيدي انا هزيت راسي وما جيتش عندكم مشيت عند محسن. قلت له ودي شوف راه فلان راه
داك النهار عاقب شي حاجه تحت رجل دباك فاش كان كيغسلو، ولكن فاسمع دابا الاخ ديالك راه كان مقتول، راه قالك غادي يبلغ عند البوليس وكذا وكذا، هادشي راه مشبوه فيه. قال ما سيدي موراه بشي ايامات كنسمع بان السيد لقيته مقتول، وتانا راه النوبه وصلاني، لانني انا اللي عارف هذه القضيه هذه، كيما قتل هذوك يجي يقتلني انا، وانا شاك في بانه هو اللي قتل هاد ثلاثه هادو بثلاثه بيهم، قتل باه وقتل خوه وقتل السيد اللي جا غسلو اللي غسل ليه باه. هنا البوليس غيعطيو الامر داك الساعات غادي يمشيو يجيبوا محسن. جابوه قالوا له اسمع شريف، قالوا ليه انت اشنو درتي اسيدي انا ما درت والو انا كذا بدا كينكر. قالوا له شوف، حنا الجثه ديال باك غنجبدوها من القبر وغنديروا لها تشريح وغنشوفوا العظام من العظام ديالو، نهزوا تحليلات وكذا وغنعرفوه واش مات مسموم واش مات كذا واش مات كذا. بغيتي تقر مرحبا، بغيتي تقر تحمل المسؤوليه ديالك. السيد اعتقلوه ما بغاش يقر، غيجي داك التقرير ديال داك التحليلات اللي داروا على العظام ديال الاب ديال هاد محسن، وغيتاكد لهم بان فلان الله يرحمه تقتل بواحد الماده اللي هي سامه تدقات له على بحال الشوكه، وداك السم ما كيبانش في الجسم، داك السم اللي هو نادر وما كاينش حتى في المغرب. هنا غيرجعوا الناس ديال التحقيقات والناس ديال الضابطه القضائيه، رجعوا عند محسن قالوا اسمع شريف، باك مات بالسم، دابا غتقر لينا مرحبا، ما غتقرش لينا، راه غنديروك قاتل متسلسل. كتعرف شنو هي قاتل متسلسل؟ ترى كاين فيها انتقام فيها بزاف، راه غنغبروك الشقف. دابا بغيتي تعاون معنا مرحبا، بغيتي تعاون معنا تحمل المسؤوليه ديالك. الولد احنا الراس ديالو. قالوا ما سيدي نعطى الله عطاه، انا غنعاود لكم كل شيء. قالوا مرحبا عاود لينا. قالوا ما سيدي بالفعل انا الاب ديالي انا اللي قتلته انا والاخ ديالي. وكيفاش؟ قالوا ما سيدي سمعنا بانه غيتزوج وجيت عند الاخ ديالي، قلت له اسمع انت تزوج بالام ديالك وطلقها وخلاك صغير، وانا الام ديالي ماتت وبقينا حنا كنتكرفصوا، وتجي واحد اخر عاوتاني تدي لنا رزقنا وحنا كنتكرفصوا وكذا، شوف لنا شي حل. هي هذيك اتفقنا باش نقتلوه. الاخ ديالي غادي يمشي عند من؟ غيمشي عند داك مول الكازينو. قال له ودينا بغيت شي سم حقه ديال شي فيران وكذا عندنا في الجرداده، بغيت شي سم اللي يكون دقه بطله. قالوا ما سيدي، ومشى جابوا له داك مول الكازينو من برا وجابوا لنا. حنايا شنو درنا؟ قبطنا قلينا الاب ديالنا تا كان ناعس، وجينا للبلاصه مور رجليه فديك البلاصه اللي ما كتبانش بزاف، ودقينا ليه الشوكه تما. ديك اللحظه بقى جالس بلاصتو حتى مات. صافي مات، ديك لارينا بانه مات، جا الطبيب شافو عادي سنانا صافي دفناه. ايوا قالوا بس سيدي من تما والاخ ديالي كيسكر ويجي يهددني، وانا ندير انا راه تندم معايا الحال، قتلنا بانا وانا كيخرج لي في المنام وانا كيبدا يغوت وانا كنبقى نشدو. وهنا اكتشفوا الناس ديال الامن بان محسن ما كانش كيشد خوه حيت كان كيمشي يسكر ولا كيمشي مع ديك البنت، لا كان خايف يمشي يكون سكران ويقول شي حاجه لذاك البنت ويخصدق فارشو، لهذا بقى كيشدو في الدار من هنا من هنا لهنا من هنا حتى لذاك النهار اللي غادي يقتلوه فيه. قالوا ما سيدي جيت تفهمت انا والعساس، قلت للعساس اودي انا غندخل وغنخرج، وانت الا جاو الناس البوليس سولوك بان دخلتي غير قول لهم لا انا ما دخلت ما والو، انا حقا راه غادي ندي شي حاجه كذا مزيان. قالوا ما سيدي دخلت لقيت الاخ ديالي سكران، وانا عارفه بان راه سكران، وديك الليله كنت موجد ليه باش نقتلو. هنا قالوا ما سيدي دخلت لقيته حاط القرع ديال الشراب تما هي كذا، دخلت عنده بدا كيأنبني عاود ما قتلنا بانا كذا ما كذا. قالوا ما سيدي طرت عليه وبديت كنوجه له طعنات مزيان حتى قتلته، صفيتها ليه وخرجت بحالتي، هزيت مشيت. فاش مشيت دورت مع داك العساس، لان داك العساس انا اللي دبرت على ديك الخدمه تما وكذا، دورت معاه قلت له شوف الا سولك شي واحد واش دخلت ولا خرجت قول له ما شتيني ما شتك، حقا راه شي ناس غيجيو يسولوا فيا، اللي شافك اللي اي واحد جا قول له ما سيدي راه ما شتو ولا دخل ولا خرج مزيان. هنا قال له ما سيدي داز واحد المده غيجي عندي فلان اي غسل الموتى الاول اللي هضرنا عليه ماتوا وعاش في الحبس. قال له ما سيدي جا عندي قال لي ودي راه فلان راه تلاقيتو في باب الجامع وقال لي ودي راه غنمشي نبلغ كذا وكذا. قال له ما سيدي انا درتو بين عيني، واحد الصباح ناض هو الفجر ونعرفو تيمشي الفجر، لقيتو غادي عيطو سي فلان كي داير لاباس عليك واش غادي للجامع، قال له راه غادي للجامع، قال له طلع معايا نوصلك. قال له ما سيدي طلع معايا، زدت واحد الحومه ضربت باش هذا هو جاي يخرج وانا وجهت له طعنات قتلتو مزيان، تاكدت بانه مات ولحتو من الطوموبيل، صافي لحتو من الطوموبيل وزدت
بالفعل فاش مشاو الناس ديال الامن داروا معاينه للطوموبيل ديال محسن غادي يلقاو فيها اثار ديال الدم ديال الضحيه غسال الموتى. قالوا ما سيدي كانت هذه جرائم اللي ارتكبت، الاولى انا واخاي، والثاني انا اللي قتلت خاي، والثالثه انا اللي قتلت داك غسال الموتى. مزيان كانت هذه الاعترافات ديالو. علاش؟ لان الاب ديالهم كان غيتزوج وهي باش قتلوه، ومن بعد خاب داك يغوت قتلو حتى هو، وهذاك اللي اكتشف بان السيد عنده شي، بحكم انه داك السيد اللي كان كيغسل بحكم انه عنده معرفه بزاف كان كيغسل الناس اللي ميتين واللي مقتولين واللي كذا، لهذا عرف شي حاجه ماشي هي هذيك وكان غادي يبلغ عليهم. واش كان غيبلغ على محسن؟ محسن وصلها له الاخر صافي مشى صفها له. السيد ما حنش شاف بوه، قتل بوه وقتل خوه وصفها داك اللي غسل بوه، وبحال والو كان غادي يصفيها السيد اللي جا كيديكلاري بان راه وقع شي حاجه ماشي هي هذيك. هنا كما قلنا متابعينا الكرام غيجيبوا العساس. العساس فسولوه قالوا ما سيدي بالفعل انا شفت فلان دخل وخرج وهو اللي قال لي ما تقول حتى شي حاجه وكذا ودور معايا. اي وانت كذبتي علينا؟ قالوا ما سيدي انا غير مور كذا. وتكذب على المخزن؟ السيد لقيناه مقتول تما وانت عارفنا كنطيروا ونزلوا يعتقلوه حتى هو. غيمشيو عاوتاني يجيبوا داك الجوج اللي تشدوا مال الكازينو. ولي الكازينو قالوا لهم فاش نتوما جايبين السم للسيد وكذا؟ قال ما سيدي حنا ما فراسناش بان غيرتكب به شي جريمه، حنا اللي فراسنا بان قال لك سيدي جا عنده شي فيران وهذا في الجرده وهذا، وجبنا له السم من برا. جبنا له شي سم قلنا له دير دقه بطل الفيران ما بقاش يدور عندك. انا ما كانش بان بان راه غيقتل ويدير فعل. هنا متابعينا الكرام غيتقدم هاد محسن والعداله وغادي يتحكم بالعقوبه ديال الاعدام. هذاك غسل الموتى اللي مات في السجن غادي يتحكم بالعقوبه ديال 12 سنه من السجن النافذ. دوك صحاب الكازينو بجوج بهم غيتحكموا بالعقوبه ديال 20 سنه لكل واحد منهما. وهذاك العساس اللي عطاو شيء كاذبه الناس ديال الامن فسولوه غيتحكم بالعقوبه ديال سنتين من السجن النافذ. متابعينا الكرام كانت هذه هي نهايه الحلقه، نتمنى تكونوا خديتوا من العبره واستفدتوا بان طريق الطمع كتدي مولها الى الهلاك. كما كنقولوا في نهايه جميع الحلقات الله يبعد علينا وعليكم من شر الخلق. إلا عجبتكم الحلقة بارطاجوها مع الأصدقاء ديالكم مع الزملاء ديالكم باش نواصلوا في نشر هذا المحتوى، ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.